مراسلنا في مدينة القبة صلاح بوجدار ينضم إلينا الآن ليطلعنا على آخر التفاصيل في المدينة. نعم، أهلا وسهلا بك وبكافة مشاهدين قناة ليبر حدث. أقيم اليوم بمقر الخدمات الصحية ببلدية القبة ندوة للكوادر الطبية والطبية المساعدة من قبل اللجنة الاستشارية درنا، التي أعطت دورة في عملية الوقاية والحماية من فيروس كورونا للأطقم الطبية والطبية المساعدة بمكتب الرصد والتقصي بمكتب الخدمات الطبية القبة، حيث قام العديد من الأطباء المتخصصين في طرق الوقاية باللجنة الاستشارية درنا بإعطاء ندوة ومحاضرة لكافة الكوادر الطبية بمدينة القبة، حيث تناولت طريقة استقبال كيف يتم استقبال أول حالة لا قدر الله يتم اكتشافها داخل مدينة القبة أو ضواحيها والتعامل معها وطريقة الوقاية الأطقم الطبية منها. أيضا تم شرح العديد من النقاط المهمة التي تخص الكوادر الطبية، وهي المعدات الطبية الحديثة وطريقة المسح وأخذ العينات من قبل الحالات المصابة لا قدر الله. هذا كل ما لدينا بخصوص هذه الدورة وهذه الندوة التي أقيمت. شكرا لك، مراسلنا في مدينة القبة صلاح بوجيدار.